خلاص، ولا احنا كنا هو المرة اللي ارتفاع السور مش جيد؟ يبقى ارتفاع، نعم. يبقى جيفن، يبقى جيفن بالنسبة لك. طب تمام لك. طب احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع اللودز على الكاميرات وازاي نحسبه، ونحسب كل كاميرا وشايلة حملها قد ايه، وحمل البلاطة وحمل الحيطة لو فيها والكلام ده، وخدنا مثال عليها. النهارده بقى هنتكلم على اسلوب التسليح، الـ reinforcement and cross sections. ازاي بقى نبدا تعمل التسليح جوه القطاعات دي؟ ما هو ده الغرض من المهندسين، ان انت تطلع تبقى ديزاينر، اللي انت تبقى في الاساس هتبدا انت تصمم مبنى. يعني المبنى عندك او المنشأ عندك بيجي لك معماري، المعماري زي ما احنا عارفين بيحدد لك اماكن الاوض، التقسيمات الداخليه، شكل الواجهات الخارجيه، الحاجات اللي احنا عارفينها في المنشاه، في الايه، في اللوحات المعماريه. انت بتحولها بعد كده لوحات انشائيه، يعني تسليح وقطاعات، وتبدا تحط تسليح البلاطه قد ايه، كم في كم سيخ، والكاميرا كم سيخ، والقطاع بتاعها قد ايه، وهكذا. فالنهارده ان شاء الله هيبقى كلامنا على التسليح، وازاي نعمل التسليح، وازاي نرسم بقى ايه الكاميرا ونحط فيها التسليح، اللي هي اللوحه اللي بتنزل الموقع للمهندسين في الموقع. خلاص، الرسمه اللي قدامي دي بتوضح ان حاجه اسمها الكيجز او reinforcement cages، او القفص، او اللي بيتحط جوه، الكاميرا. فلو عندي كاميرا، ده الكروس سيكشن بتاعها بالشكل ده، خلاص بيبقى عندك في كانة بتتحط كده، الكانة بتتحط بالشكل ده، داير ما يدور، بتسيب من كل ناحية هنا الكفر، يعني من الناحية دي بتسيب الكفر، والناحية التانية كفر، ومن فوق كفر، ومن تحت في كفر، وتبدأ تحط الأسياخ. لما تشوفها من الجنب بتشوفها مدورة كده قطر السيخ، خلاص بيبقى في أسياخ بتتحط تحت، وفي سيخين بيتحط فوق تعليق، خلاص، ونعمل قفل كده، بنقفلها كده. ده القطاع بتاعي. انت ببدأ في الديزاين، محتاج تجيب الدبس قد ايه، الدبس ده قد ايه اللي هو تي، وبتفرض البي، او بتشوف انت هتاخد البي قد ايه، وبتبدأ حضرتك تجيب الحديد ده كام، والكندي كام. خلاص، دايما الحديد اما يكون عندي كاميرا سيمبل بيم، كاميرا بالشكل ده سيمبل بيم عليها احمال، بيتولد المومنت تحت اللي هو دبليو السكور على 8 او بي ال على 4، دايما الحديد بيتحط تحت منه. يعني لو المومنت تحت كده، يعني الشد تحت، يبقى انا احط حديد التسليح في تحت، الكاميرا كده، في القطاع من تحت. فده القطاع بيوضح لي الكلام ده، بيقول لك انت لو دخلت جوه الكاميرا ديت هتشوف بقى في اسياخ تحت كده، ديت اسياخ بتاعت اللي بتتحط، اللي انت صممتها بالقوانين. فاكر القوانين اللي احنا قلنا دي بتساوي سي 1 في جذر ام التيميت ومش عارف ايه، وبعد كده قلنا حديد التسليح بيساوي ام ار، اللي هو القانون اللي هو التشارت اللي خدناه، هو اللي بيجيب لك الحديد ده كام في كام. فهنا عندك اربع اسياخ، الاربع اسياخ دول جم منين؟ جم من التصميم، بعد ما جبت انت الاحمال على الكاميرا زي ما خدنا المحاضره اللي فاتت، وجبت المومنت، خدت المومنت ده صممته، جبت الايه؟ الحديد قد ايه؟ فبتبدا تحط الحديد ده، اسمه حديد، في منطقه الشد. خلاص؟ طب فوق بقى، فوق الكاميرا انا مفيش اي شده، كله ضغط، بس بحط سيخين من عندي كده من غير حساب، 2 فاي 10 او 2 فاي 12، اسمه حديد تعليق، بعلق فيه الايه؟ الكنات بس. والكنه دي بحطها ليه كنه؟ الكنه دي بحطها عشان تقاوم حاجه، مش المومنت، لا هناخدها كمان شويه، حاجه بتقاوم الشير فورس. انت عندك في الكاميرا بتولد نورمال وشير وبندنج مومنت، المومنت بيشيل الحديد الطولي ده، الكنات او الشير بيشيلها، الكنات بتشيلها الكنات، وهكذا. خلاص، فطب والكنات احنا قلنا هنحسبها. طب ايه بقى الاسياخ اللي في النص دي؟ سيخين، سيخ هنا وسيخ هنا، واحد هنا واحد قصاد، ده اسمه شرينكج بار. شرينكج بار ده بيتحط نتيجه ايه؟ كل ما المسافه بتاعت الكاميرا دي زادت عن 70 سم او 60 سم، يعني الدبس ده، فممكن يحصل كراكس في نص الكاميرا، يحصل كراكس في نص الكاميرا، فبحط انا نتيجه الانكماش، فبحط انا سيخين من عندي 2 باي 10، كل مسافه الكود بيقول لك المسافه بين الاسياخ دي ما تزيدش عن 30 سم، يعني المسافه بين الاسياخ دي ما تزيدش عن 30 سم. يبقى كل ما الدبس بيزيد، كل ما بحط سيخ زياده، بحيث اخلي المسافه بين السيخ ده والسيخ ده والسيخ اللي بعده ما تزيدش عن 30 سم، من 25 ل 30 سم، وهكذا. يبقى ده القطاع اللي احنا بيبقى موجود جوه الخرسانه، جوه الكاميرا. طبعا نيجي نبدا بقى نفهم
الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. لو انا عندي كاميرا بالشكل ده، كاميرا سيمبل بيم وسكانتليف، خلاص عليها حمل هنا، فالحمل ده هيولد مومنتس، وفي هنا حمل موزع، يبقى ده بليل سكوير على 8، يبقى ده شكل مومنتس. ففي هنا مومنت نيجاتيف، المومنت هنا الشد فوق والضغط تحت. بالنسبه في وسط الاسبان هنا الشد هو اللي تحت. يبقى حضرتك لما تيجي بتصلح الكاميرا دي بترسمها بالشكل ده، ترسمها بالشكل ده قطاع كده، بتعمل الدبس ده اللي هو تي اللي انت صممته، خلاص ده التي بتاعك، لو 70 سم 60 سم مش عارف تعمله 6 سم وهكذا، والمسافات بقى الاسبان معاك. فانت هنا المومنت في الحته دي فين؟ فوق، فحطينا الحديد فوق. طب في وسط الاسبان هنا المومنت شد الشد فين؟ تحت، فحطينا الحديد تحت. طب ده اسمه المين رينفورسمنت، ده اللي انت بتصممه وتجيبه لما بتاخد سيكشن واحد وتعوض في القوانين بتاعك. طب بقيه الكاميرا بنحط لها حديد ولا ما لازم نحط لها حديد؟ امال مش هنسيبها كده؟ فبنحط حديد مينيموم، نحط حديد من هنا فوق اسمه حديد مينيموم 2 فاي كذا، ومن تحت حديد مينيموم يعني من غير حساب يبقى 2 فاي كذا، وتحط الكنات بعد كده. الكنات دي بنحسبها احنا من قوانين هناخدها كمان شويه. فده قطاع القمر. لو قطاع القمر ده زاد عن 70 سم بحط شرينكج بار، يعني سيخ في النص كده عشان ايه يعمل. يبقى ده التسليح اللي بينزل للمهندس في الموقع. خلاص، الغرض من الموضوع اللي انا بقوله دلوقتي ان الحديد الرئيسي، الحديد الرئيسي بتاعي بيتحط ناحيه اللي هو المومنت، ناحيه المومنت. خلاص كده. طيب هناخد شويه معلومات كده قبل ما نخش بقى في التفاصيل بتاعتنا، لازم تبقى واخد بالك منها في الحساب بتاعك. ان اول حاجه اختيار الحديد، انت بتختار اي اس ازاي؟ لازم اقل قطر بتستخدمه في الكاميرات، اقل قطر بتستخدمه في الكاميرات 12 مللي، خلاص، واكتر قطر في الكاميرات 25 مللي. يعني انت وانت بتختار، اصل انت اللي بتحدد انت عاوز انهي قطر وانت بتصمم. انا هختار فاي 12، فاي 16، فاي 22، فاي 25، انت اللي بتحدد، خلاص. فانت وانت بتختار القطر اللي انت هتستخدمه، المينيموم دايمتر بيبقى حوالي 12 مللي، والماكسيموم اللي هو 25 مللي. طيب دي حاجه، دي كل حاجه دي بقولها معلومات عشان ناخدها في حسابنا بعد كده واحنا شغالين. ماكسيموم نمبر اوف روز دوت عدد الصفوف، اقصى عدد الصفوف 3. يعني ايه اقصى عدد الصفوف؟ ما انت ممكن حضرتك وانت بتيجي تعمل الكاميرا بتاعتك مثلا على سبيل المثال، دي الكاميرا بتاعتك اهي، ده القطاع بتاعها، انت بترسم القطاع عشان توضح الجنب فيه، وطلع لك في التصميم مثلا بتحط الكانه طبعا زي ما احنا عارفين، مثلا من شويه الكانه كده، وبعد كده تحط الكانه الناحيه دي وكده، طلع لك مثلا ثلاث سياخ في التصميم، هتحطهم ازاي؟ تحط سياخ كده مدور، واحد ناحيه الثانيه في الركن والثاني في النص. طب لو طلع لك اربع سياخ هتيجي ترصهم، ده كده اسمه صف، يعني ده كده اسمه صف. لو طلع لك ثمان سياخ مش هينفع تحط الثمان سياخ كلهم في مسافه 25 سم، ليه؟ هيزنقوا في بعض، وما يجي يصب خرسانه الخرسانه مش هتعدي من السياخ، فبالتالي ايه؟ هيحصل تعشيش، يعني في بعد ما تفك الشده الخشبيه في اماكن كده تلاقي ايه؟ ما فيهاش خرسانه، فدي مشكله طبعا. طب ايه الحل؟ قال لك تحط الايه؟ لو العدد كبير حط على صفين، يعني حط على صفين. لو العدد اكتر حط على 3 صفوف وهكذا. فهو بيقول لك اقصى عدد من الصفوف اللي تقدر تستخدمه في الكاميرا هم 3، عشان ما ينفعش تقعد تطلع اكتر الكلام من ده في 3 صفوف. البيمز بس يا دكتور صح؟ اه الكلام ده في البيمز بس. في البيمز، اه في البيمز. البلاطات هو صف واحد، يعني هم البلاطات لما تاخدوها السنه الجايه ان شاء الله هيبقى صف واحد، انما انت احنا مركزين على البيم في السنه دي، خلاص تمام. 3 صفوف. طب اقل عدد من الاسياخ في الكاميرا، ما ينفعش احط سيخ واحد بس، لازم سيخين. اقل عدد من الاسياخ في الكاميرا لازم سيخين. طيب وده اكبر عدد اسياخ ممكن وضعها في الصف الواحد اللي احنا هنقولها كمان شويه، خلاص. فعشان كده قال لك ده لما توجع قلبك بقى، طب انا احط ايه؟ طلع لي 5 سيخ 6 سيخ 7 سيخ، طب احط في الصف كام سيخ؟ هو القانون ده بيديك على طول اقصى عدد اسياخ تحطها في الصف الواحد، يعني اقصى على تحط 3 4 5، تعوض هنا البي دي اللي هي عرض الكاميرا اللي هي 25 سم ناقص 25 سم اللي هو الكفر على القطر السيخ اللي انت هتستخدمه. لو انت هتستخدم فاي 12 هتستخدم فاي 16 هتستخدم فاي 25، تحط الرقم 25 12 16 حسب ما انت عايز، زائد 25، 25 دي وال 25 دي ثابته في القانون. الرقم اللي هيطلع لك هنا مثلا يقول لك ايه 3 ونص، يبقى تحط 3 في الصف، تروح للاقل. لو قال لك 4
بالظبط، يبقى تحط 4 سياخ بالظبط. لو قال لك 4.1 يبقى تحط 4، وهكذا وهكذا. ده دي الرسمه بتاعتها ازاي، ايه يعني بيوضح لك ازاي الاسياخ محطوطه. ده 4 سياخ، لان كان بيطلع مثلا، لو بيطلع لي 6 مثلا يبقى احط 4 و2 ايه فوق كده. طب ما بلزقهمش في بعض، يعني السيخ ده ما بلزقوش في السيخ ده، بسيب مسافه بينهم، هي المسافه دي بسيبها مسافه تقريبا بتبقى نفس قطر السيخ. طب العامل بيعملها ازاي في الموقع؟ بيجيب سيخ صغير مقطوع كده يحطه بينهم كده بالعرض كده، هي عشان يسندوا عليه، وهكذا. خلاص يا شباب؟ فديت ودي المسافه الاس دي، السبيسنج بين الكانه لازم تبقى متسابه. ليه؟ عشان ما بيجي صب خرسانه بيبقى فيه زلط، الزلط ده بيبقى اسمه الماكسيمم اجريجيت سايز، دي قطر كده، القطر بتاعه لا اما 20 مللي لا اما 25 مللي لا اما 40 مللي حسب قطر الزلطه. فهو بيجي حتى في المقايسات بيشوف الزلطه، المصمم ده يقول للمهندس الموقع استخدموا زلط في الموقع مثلا قطر الماكسيمم اجريجيت سايز 20 مللي، عشان هو مصمم على 20 مللي. ليه؟ عشان قطر الزلط، ما فيش زلطه تيجي تروح واقفه لي هنا كده ما تعديش، لا يبقى انا بجيب زلطه صغيره مثلا 25 بحيث هي تنزل هنا في الحاجات دي لو ايه، لو نزلت يعني، وهكذا. ده شكل بيوضح لك الاشكال اللي ممكن تعملها ازاي. يبقى عند وجود اكتر من صف تسليح في الكاميرا انت ممكن تعمل الاسياخ في الصف العلوي يكون اسفل وسيخ تاني وهكذا زي ما انت شايف كده. يعني ما ينفعش، يعني شايف انت دوت بتحط ايه صف واحد وصف تاني، ما ينفعش انت في دي تروح عامل ايه سيخ فوق بين سيخين تانيين، لازم يبقى فوق سيخ. ليه؟ اما تيجي تحط صف تاني عشان ما يمنع يمنع كده يمنع المونه او الخرسانه تنزل جوه هنا، وهكذا. نفس الكلام ده شكل بيقول لك لو 3 اسياخ 4 اسياخ 5 اسياخ 6 اسياخ، بيوضح لك الاشكال اللي ممكن تعملها بالصفوف يعني. طيب، طب لو عندي 5 اسياخ ممكن احطهم في صف واحد لو العرض يكفي، ممكن احطهم في صفين، ممكن احطهم وهكذا زي ما انت شايف. طيب الجدول ده بيوضح لي ايه بقى؟ بيوضح لي الاقطار المشهوره في مصر اللي يعني موجوده في مصر، يعني انت هتستخدمها حضرتك. انا عندي فاي 8 فاي 10 فاي 12، بس فاي 12 لفاي 25 بستخدمهم في الكاميرات، في الكاميرات. اما فاي 8 وفاي 10 وفاي 12 بستخدمهم في البلاطات اللي هي بعد كده ان شاء الله هتاخدها السنه الجايه. خلاص، يبقى انت من فاي 12 لفاي 25 دي كاميرات. طيب ايه بقى الجدول اللي بيوضح لك المساحه؟ بدل ما انت حضرتك انت ما عندك قطر دايره كده، يعني قطر السيخ هو مدور، يبقى مساحته بتساوي ايه؟ باي على 4 القطر قطر السيخ ده تربيع. لو انت حضرتك عوضت بالقانون ده في الاقطار دي هيديك بقى ايه؟ المساحات. يعني لو شلت مثلا فاي 8 ده وحطيت هنا حطيت دي 8 وعوضت في القانون ده يديك مساحه فاي 8 هتلاقيها 50 وشويه. طب لو حطيت فاي 10 هتلاقي المساحه بتاعتها 58 شويه، وهكذا. يبقى دي المساحات بتاعت السيخ الواحد. طب لو سيخين فاي 8 يعني سيخين، يعني اكني ضربت في 2 هنا، يبقى ديت مساحات الاسياخ بتاعت فاي 8 وفاي 10 لو كانوا مضروبين في 2، يعني الرقم ده مضروب في 2 يديك ده، الرقم ده مضروب في 3 يديك ده، الرقم ده مضروب في 4، وهكذا. يبقى دي ده العدد الاسياخ اللي انت عاوزها، لو فاي 8 يبقى مساحتهم كذا، لو 5 اسياخ فاي 12 يبقى مساحتهم كذا، وهكذا. بيسهل لك بدل ما بتحسب القانون يعني. طيب في حاجه اسمها اللي هو طب يا الكومبريسيف دكتور، هي المساحات دي اليونت بتاعتها ايه؟ الايه؟ ملي متر، ملي متر المساحات دي تربيع. اليونت، اليونت بتاعتها بتقول ولا بتقول ايه انت؟ اليونت بتاعتها ايه؟ ملي متر تربيع، ملي متر تربيع. تمام. انت بعد كده في حاجه اسمها اللي احنا فات ده كله، المساحات اللي احنا بنحطها في الحديد الاساسي اللي بنعرف نحطه ناحيه المومنت اسمه اي اس. اي اس الحديد الرئيسي، يعني لما نيجي نرجع كده بسرعه كده، الحديد اللي تحت ده اللي هو منطقه الشد اسمه اي اس. طب الحديد اللي في منطقه الضغط اللي احنا حطيناه من غير حساب اسمه اي اس داش، حديد كومبريشن محطوط في منطقه الكومبريشن، ده اللي هنتكلم عليه هنا اللي هو الكومبريسيف ستيل، وهو الحديد الذي يوضع في منطقه الضغط اذا ما احتاج القطاع الى ذلك. يعني مثلا في بعض الاحيان انا بحط يعني الحديد في منطقه، يعني هنا المومنت مثلا عامل كده، الشد فين؟ هنا. فعشان كده ده الحديد الرئيسي اللي هو اي اس اللي انا بصممه، الضغط هنا
الضغط ده بحط سيخين من غير حساب، اللي هم اسمهم كانت تعليق. ساعات بقول ايه، بدل ما انا حاطط حديد فوق في منطقه الضغط استغله يشتغل معايا، انا اللي بصمم، فانا اللي بحدد عاوزه يشتغل ولا مش عاوزه. لو انا عاوزه يشتغل معايا في الكومبريشن، فلازم يبقى الاي اس كومبريشن دي اي اس داش ماكسيموم تبقى 40% من الرئيسي اللي انت صممته عشان تشغله معايا، وهكذا. بس دي احنا مش يعني مش هنكون فيها دلوقتي، قدام شويه. في الاستيرب هانجرز ديت، الاستيرب تعليق الكنات اللي هي كنات التعليق اللي احنا قلنا عليها. كنات التعليق الاسياخ الهانجرز دي اللي هي الاسياخ اللي موجوده في التعليق اللي هي السخين، لو انت مش هتستخدمهم معاك دول بيبقوا من 1% ل 2% اي اس، اللي هم احنا قلنا سخين يعني فايترز. لو كان المومنت كده هنحط الايه؟ الحديد التعليق فوق ونقفل قفل الكانه ناحيه الكومبريشن. طب هنا لو المومنت كده يبقى الشد فوق والضغط تحت، فبالتالي ده الحديد الرئيسي اي اس، وتحت بيبقى حديد التعليق اي اس داش، بحط سخين واقفل القفل الكانه ناحيه الكومبريشن، وهكذا. عشان كده بيقول لك هي اسياخ توضع في جهه الضغط اذا لم تحتاج الى اي اس داش، وظيفتها هي تعليق الكنات، عشان كده بنسميها الاستيرب هانجرز ديت، وتعتبر ديت من نوع اللي هي السكندري ستيل يعني. خلاص، وتبقى نسبتها 10% 20% وهكذا، بيبقوا سخين على طول في البيمز، في 10 وفي الفريم هيبقوا 2 باي 12. طيب الشرينكش بار اللي احنا قلنا عليها هنا ديت، الشرينك اللي بنحطها من غير حساب بيبقوا 2 باي 10. هي بتبقى اسياخ توضع في جوانب الكاميرا لتقليل الانكماش بتاع الخرسانه. وبنحتاج انا الشرينكش بار دي فقط بس اما يكون الدبس ده، الدبس كله اكتر من 70 سم، اكتر من 70 سم. خلاص؟ وهي لو وقيمه الشرينكش بار دي قيمه تقريبيه بتبقى حوالي 8 من 10 او 8 من 100 من القيمه الحديديه، اللي هم 2 فاي 10، وبيتحط كل ايه 30 سم اللي هو ايه 30 او 300 مللي. طب الكنات بقى فايدتها ايه؟ احنا قلنا الكنات دي فايدتها بتتحط دي عشان تقاوم الشير فورس، شير فورس اللي انت حضرتك كنت لما يكون عندك كاميرا كده، كاميرا عليها حمل موزع، لو تفتكر كده كنت بترسم رسمه كده في الاستراكشر، بتقول ايه؟ بتجيب الرياكشن الاول وبعد كده تبدا تطلع كده وتمشي نقط وتنزل وتمشي وبعد كده ترسم رسمه كده. خلاص، ده اسمه شير فورس دايجرام. ناخد اكبر قيمه دي ونصمم عليها بمعادلات معينه هناخدها بعد ما نخلص دلوقتي، وهنجيب الكنات كام فاي كام. خلاص، ودايما الكنات دي لا تقل عن 5 فاي 8 في المتر. يعني ما ينفعش الكنات دي يعني كل متر، يعني لو رجعنا للرسمه الاساسيه دي كده كل متر في 5، يعني تقول 1 2 3 4، يعني كل 20 سم بنحط واحده. خلاص كده. طيب فكده قلنا الكنات. طيب ونرجع تاني للتسليح اللي احنا كنا قايلينه اهو. الحديد الرئيسي بقى انت بترسمه ازاي؟ ده اللي انت بترسمه في الامتحان وفي وبترسمه في اللوحات الانشائيه اللي بتطلعها في الموقع. بتحط الكاميرا يبقى ده عرض العمود، بترسمه عرض عمود، ودوت كده بيبقى عرض العمود، وده الدبس التي بتاع الكاميرا. وتيجي بعد كده بتشوف شكل المومنت عامل ازاي. لو المومنت بتاعي كان الكاميرا سمبل بيم، بيبقى المومنت تحت، يبقى الشد تحت والضغط فوق، فبالتالي حديد الاي اس هيبقى تحت. يبقى اما انا بصممه الاربع طلع اربع اسياخ، احط الاربع اسياخ. انا لما ببص كده بشوفهم ازاي؟ بشوفهم كلهم ورا بعض، يعني بشوف خط. عشان كده رسمت الاحمر ده هو الخط اللي انت شايفه. خلاص؟ طيب وتشوف الاسياخ اللي فوق دي فين؟ الاسياخ اللي فوق دي وانت باص منها شايفها خط، فهو الاحمر ده برضه خط، ده الاي اس اللي هم سيخين فاي كذا. طب وتشوف الشرينكج بار برضه كنت باص بتشوفه في خط، فبتعملهم هنا خط وخط، والكنات بتشوفها ايه؟ خط راسي. هو ده اللي احنا بنرسمه وهنتعلم كمان شويه نبدا نرسمه. طيب هو ده بقى نعمل ايه بقى؟ دي مناطق زي ما اتفقنا، بوضح لك اهو في الاساس نبقى المومنت كده في سمبل بيم، يبقى في نيجاتيف مومنت صغير قوي كده ايه؟ بنحطه فوق ايه؟ فوق كده، يعني ساعات بيتولد نتيجه الفيكس او الكونكشن بين الكاميرا وبين العمود. فالمومنت الاساسي اللي صممته تحت، فهو بحط الحديد اهو تحت اهوت، انا بديك تفصيله كل سنه سنه شكل الحديد. والحديد ده مدارس، يعني ايه؟ في بعض المهندسين بيعملوه بشكل معين، في ناس بتكسح، في ناس ما بتكسح، فهو كل واحد ليه اسلوبه في التسليح بتاعه. خلاص؟ فهنا المومنت تحت.
ودايما السي بيبقى مجنش كده، يعني في تجنيش صغيره كده على الطرفين. خلاص الحته النيجاتيف دي بنحطها ايه؟ حته صغيره كده فوق وشمال. طيب هو ده بيوضح لك تاني شكل المومنتس. نتيجه الايه؟ الروتيشن بيحصل هنا كده، بيتولد مومنت صغير قوي، عشان كده بنحط له حته سي اف كده فوق، وده المومنت الاساسي بنحطه تحت. فبالتالي بيوضح لك هنا، عمال بعيد لك نفس الكلام اللي انا سابقا انا شرحته، يعني هو بيقول لك المومنت بحط الحديد ناحيه المومنت وهكذا. خلاص يعني لو المومنت بيقول لك هنا، بيقول لك لو المومنت كده ده اسمه تي سيكشن، عشان بيضغط في تي سيكشن. لو المومنت كده يبقى بيضغط تحت في الجزء ده اسمه ريكتانجلر سيكشن وهكذا. طب الخطوات بتاعتي ايه بقى؟ الخطوات بتاعتي في الرسم ايه؟ اول حاجه انت بترسم الكاميرا بالشكل ده، ابعاد اسمها كونكريت دايمنشن، يعني تجيب التي خلاص، وتجيب الطول بتاع الكاميرا ترسمه، وعرض العمود انا مثلا بيبقى معلوم مع 20 في 30 او 20 في 40 تبدا ترسمه، وترسم بقى ده بسكيل يعني. والمومنت بتاع الكاميرا عامل كده. المومنت هنا فين؟ يبقى الخطوه الثانيه المومنت بتاعنا فين؟ تحت، تحت اهو. يبقى الحديد اللي انت هتصممه بالقانون بتاع اي اس بيساوي المومنت على اف سي يو على اف يلد في الدي في الجي اللي احنا خدناه هنا من التشارت، هيطلع لي مثلا ثلاث سياخ فاي 22 مثلا، اروح انا احط الثلاث سياخ تحت اهو، اروح حاططهم بالشكل ده كده من اول للاخر. طيب فوق في حاجه؟ لا مفيش، بس بحط تعليق، هي الخطوه اللي بعدها اهو. ممكن بقى يا شباب بقى لما احط الاسياخ كلها مره واحده، لان انا صممتها على ان المومنت في النص ماكسيموم، وبعد كده عمال يقل، طب ما واحد تاني يقول لك طب ما انا اوفر شويه واعمل ايه؟ اعمل التسليح ازاي؟ اعمل نصه عدل يعني نصه للاخر، هو ده المدارس اللي بقول لكم عليها بقى، نص التسليح بحطه كله والنص التاني بقصه. يعني بشيل منه ايه؟ 10 بشيل من هنا 10% و10%، ماشي دي مقبوله. خلاص؟ طيب كده يبقى احنا غطينا المومنت البوزيتيف اللي هنا. طب النيجاتيف ده والنيجاتيف ده اللي هو بحط له سيخ بالشكل ده وسيخ بالشكل ده، بيبقى حوالي 20% من طول من الطول، يعني على الطول ده كله بحط 20%. بعد كده اعمل ايه؟ مفيش بقى كومبريشن، اروح قافل بقى ايه؟ مينيموم سيخين اللي هو التعليق اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا قلنا عليه التعليق ده. بعد كده اعمل ايه؟ يبقى كده خلصت التسليح، اعمل بقى ايه؟ التكسيح، اللي مش التكسيح اللي هو الكنات دي اللي احنا هنتعلم نصممها ازاي. يبقى دي الرسمه في الاخر هتبقى شكلها عامل كده. طب لو الدبس ده اكتر من 70 سنتي، لو الدبس ده اكتر من 70 سنتي بحط شرينكج بار في النص، هيبقى في شرينكج بار بالظبط، عشان كده هتلاقي الرسمه النهائيه هي الرسمه دي. خلاص شفت احنا جبناها خطوه خطوه. مش بس كده بقى، هي نفس الرسمه دي، بس لازم تفرد الحديد ده تحت، بس ما تفرضش الشرينكج بار. يعني ايه تفرده؟ يعني السيخ اللي انت حطيته تحت هنا تحط تحت الرسمه كده على مسافه بعيده، تروح مفرده لوحده. ليه بقى فائدتها؟ عشان العامل هيتلخبط من الشكل ده، فانت بتفردها له عشان توري له شكلها، بيبقوا بعيد عن بعض شويه كده. يعني بتقول له السيخ اللي تحت ده، هو ما بيبصش لده بقى، بيعمل لك الحاجات دي وخلاص. يبقى ده 3 فاي كذا وده 3 فاي كذا و2 فاي 12 والاثنين صغيرين. خلاص؟ دكتور انا مش فاهم، هو ليه بيقصوا الحديد اللي هو عند ال 3.16 دي؟ ليه قصوها؟ ليه؟ عشان الماكسيموم، انا صممت على الماكسيموم ده، يعني واخد المومنت ده الماكسيموم. خلاص؟ هو ده اللي طلع لي 6 سياخ. طب وانت ماشي كل ما تمشي كده ايه اللي بيحصل؟ المومنت ماله؟ بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. فانا مش محتاج الستة كلهم في كل ده، انا محتاجهم بس في النص، فعشان كده حطيتهم في النص. وبعد كده ايه؟ اجي او اكمله للاخر، وبعد كده ايه؟ اقص النص الثاني ايه؟ يعني الثلاث سيخ تانيين اسيب 20%، توفير بس، توفير. انما انت لو مش عاوز تعملها هتعملها كلها مره واحده. هتعملها كلهم السته كلهم من الاول للاخر. عشان كده قلت لك مدارس. ومش بس كده، بعد كده تبدا ايه؟ ده القطاع اللي احنا عاملينه بالتفريد بتاعه، نبدا نعمل سيكشن قطاع، يعني تقطع كده وتبص الجنب هتشوف ايه بقى؟ هتشوف الشكل ده. ما المومنت هنا في النص، ما هو ده في النص هنا في ست سيخ تحت اللي هم دول اهو، اكنك قطعت كده وبصيت في كام سيخ هنا؟ سته، حطيت بقى سته على صفين اهو. وفي كام سيخ فوق هنا؟ اثنين حطيناهم فوق اهو، ودي كانه. خلاص الرسم اللي احنا اتعلمناه، ونكتب هنا 2 فاي 10 2 فاي، ودي الايه؟ الشرينكش بار اللي حطيناهم دول. طب سيكشن 2 2 اللي هو ده، وهكذا تبدا تشوف سيكشن 2 2 اللي انا قطعت فيه، قطعت هنا اهو، في كام سيخ هنا قطعت فيه؟ ثلاثة، حطيت ثلاثة.
وفي كام واحد فوق؟ 2 فاي 16، حطينا 2 فاي 16 والشرينكج بار. يبقى انت لازم ترسم ده اللي هيطلب منك، والرسم عليه اعلى درجه في الامتحان، يبقى عليه هيطلب منك التسليح بتاع الكاميرا والسكشنز بتاعت الكاميرا. ده بيتعمل بسكيل، سكيل 1 ل 10، يعني مثلا لو 60 سنتي ده الدبس تعمله 6 سنتي خلاص، وده سكيل 1 ل 25 او 1 ل 50، ده القطاع ده. والحاجات دي انت هتمتحنه في لوحه اخر السنه ان شاء الله. طيب ده يا شباب حضرتك يا دكتور. الصوت عندي بقى ولا ما عندكم؟ تمام. فاحنا كده قلنا الجزء دوت، احنا كنا فين؟ تعالى شايف باين عندكم كده؟ باين عندكم يا شباب الرسمه دي؟ الو؟ دكتور. لا الرسمه باينه عندكم. الرسمه خلاص ماشي. نبدا بعد كده نخش بقى ايه لو كاميرا بقى مستمره، يعني تو سبانز، يعني ساعات بيبقى في كاميرا، يعني في عمود عمود وفي عمود وفي عمود وفي عليهم كاميرا، فدي كده اسمها كاميرا تو سبان. ليه؟ بين العمود والعمود ده اسمه سبان، يعني مسافه، وده بين عمود والعمود مسافه. فلو الكاميرا في بين ثلاث اعمده يبقى شكلها عمود وعمود وعمود، يبقى دي كاميرا تو سبانز خلاص. المومنت بتاعها لما حضرتك زي ما خدت كده في ازاي نحسب الاحمال على الكاميرا ومن البلاطه ومن الاون ويت والكلام ده، هيطلع لك طبعا لو تفتكر حاجه بالشكل ده، هيطلع مثلا انت هتحسبها زي ما احنا حسبناها للمحاضره اللي فاتت، هتحسب الاحمال بس دي تو سبان. طب احلها ازاي؟ ما انا لازم اجيب المومنت، المومنت ده لازم تجيبه بالاستراكشر. لا انا هنريحك مفيش بقى ايه شغل استراكشر، انت هنديك في الامتحان لو كاميرا تو سبان هتعوض في القوانين دي، تديك المومنت على طول. يعني المومنت هنا بيساوي دبليو، اللي هو دبليو دي في ال بتاعتها سكوير على 11، الرسمه دي موجوده في الكود يعني. وهنا النيجاتيف دبليو ال سكوير على 9، اني ال اليمين او الشمال؟ طب لو مختلفين يبقى متوسط، المتوسط ده او ده، او تاخد الكبير من هنا ومن هنا. والدبليو اني دبليو؟ لو الدبليو دي مختلفه عندي خد الكبيره او خد المتوسطه مش مشكله، والنيجاتيف وهكذا. طب تسليحها يبقى عامل ازاي بقى؟ اول حاجه بنرسم القطاع، الحاجه الثانيه انت عندك مومنت سفلي، يعني المومنت هنا بالشكل ده يبقى عامل كده. لما فيش ديت لحظه كده هيبقى بالشكل ده، يعني مومنت لو لو عملناه كده ده اول سبان وده تاني سبان، هيبقى المومنت كده زي ما احنا عارفين اهو. وفي مثلا بيقول لك في نيجاتيف مومنت صغير هنا مش مشكله يعني. المهم في وسط الاسبان ده المومنت فين؟ تحت، عشان كده حط الحديد الاساسي تحت اهو اللي هو ده. والاسبان التاني المومنت فين؟ تحت هنا، فحط الحديد الاساسي تحت. طب ما هنا في نيجاتيف مومنت هنحط حديد دلوقتي. طب ممكن بدل ما اعمل حديد كله عدل اعمل نصه ايه؟ اهو بص اللي هو عمله الفكره اللي قلت لكم عليها، بدل ما احط الحديد كله لاني هنا انا مصمم على الماكسيمم بس هو عمال يقل يمين وشمال، فاحط نصه كله عدل، يعني لو هم 6 سيخ احط 3 كلهم عدلين من الاول للاخر، والثلاثه التانيين اشيل منهم 10 سم، 10% من هنا 10% من 100 من الاسبان، ونفس الكلام في الاسبان اللي بعده. طب النيجاتيف بقى اللي هنا اهو هنحط النيجاتيف بقى، يخش التلت من هنا وتلت من هنا عشان يشيل النيجاتيف اللي فوق ده، المنطقه اللي فوق دي خلاص. طب بقيه الكاميرا مفيش بقى حديد، بحط مينيموم اهو، هنحط الايه الحديد المينيموم اللي هم 2 فاي كذا، 2 فاي كذا خلاص اللي احنا بنحطهم هنا المينيموم. وبعد كده احط الكنات بتاعتنا وخلاص على كده. ولو في شرينكش بار احط شرينكش بار لو الدبس اكتر من 70 سم، وبعد كده افرد الحديد. انت بتعمل ايه بقى حضرتك؟ انت بتعمل الرسمه الاخيره دي، ما تقعدش تعمل لي تفرد لي زي ما انا بعمل كده، لا انت بترسم لي الاخيره دي على طول، يعني بتقول لي اللي في حديد كذا، يعني في كله في رسمه واحده، والتفريد تحتها والقطاعات بعدها اهو، يعني هي دي الرسمه اللي هتبقى النهائي اهي. بحط الحديد الرئيسي ده اسمه اليفيشن، الاليفيشن سيكشن،
وده التفريد بتاعها وتحتها على طول اهو. يعني ايه تفريد؟ كل حته سيخ انت حطيته هنا حطه تحت، حطيت هنا حطه تحت، ما عدا الشرينكش بار بس. وبعد كده السكشن بقى، تاخد سكشن وتقول سكشن واحد، وبص انت ايه مش الشكل هنا ايه باين ايه، وسكشن اثنين وسكشن ثلاثه وهكذا. طب لو كاميرا مستمره بقى يعني اكتر من تو سبان هنعمل ايه؟ زي دول نفس الفكره بالظبط، ما هي تو سبان زي ثلاثه سبان زي اربعه سبان وهكذا. هتبدا حضرتك نفس الكلام، التسليح بتاعها هيبقى هو ده الفاينل بتاعها، خلاص؟ ده قيمه المومنت بتاعتك دي، بس بيديك قيمه المومنت اللي هي هيكون مدالك في الامتحان، تحسب المومنت على طول عشان ما تلجاش طرق الاستراكشر. تمام، ده بيقول لك بقى اسبان مع كانتليفر، يعني اسبان مع كانتليفر، يعني اسبان وكانتليفر، ايه اللي هيحصل؟ هيترسم ازاي؟ دي الكاميرا، هتحط الحديد، الحديد الرئيسي تحت اهو، حطيناه تحت، او ممكن احط نص ونصه. طب الحديد النيجاتيف، النيجاتيف اللي هنا ده احطه شكل كده او شكل الشوكه، بصوا بيخش مره ونص طول الكانتليفر، لما يكون في كانتليفر الحديد يخش جواها مره ونص طول الكانتليفر، خلاص؟ بالشكل ده، او ممكن اعملها شوكه، شوكه يعني ايه؟ كده 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 كده، اللي هي دي الرسمه الاحمر دي كده لفه كده ايه شوكه، خلاص؟ وبعد كده احط التسليح. انت بقى حضرتك هترسم لي في الاخر، هترسم لي الرسمه دي في الاخر، دي الشوكه اهي، دي الشوكه اللي هي بص لفه كده، لفه مع بعض عشان تشيل النيجاتيف دي، بتتعمل في الكانتليفر بس، واللي تحت دول اللي هم الحديد اللي بتوع البوستيف، وده المينيموم اللي هو اللي هي السخين فاي كاسب وهكذا، ودي القطاعات بتاعتها. في مشكله كده يا شباب؟ يبقى كده خلصنا اللي ايه ازاي دكتور بعد اذنك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. كان عندي سؤال دلوقتي، واحنا بنعمل كنا لما بنيجي نقص بنخش او بوينت واحد من هنا او بوينت واحد من هنا، بالظبط تمام، فوق تاني فوق ايه؟ ليه بقى ليه دخل او ليه دي؟ صوتك بيقطع مش سامع. ايوه يا دكتور. لا ما هي بوينت 1 وبوينت 1 لما يكون سيمبل بيم. ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور، ماشي. هي اما يكون بوينت 1 وبوينت 1 ديت اما يكون سيمبل بيم، ده سؤال كويس. لما يكون سيمبل بيم بتحط بوينت 1 وبوينت 1، انما لما تكون مستمره يعني من هنا كاميرا مستمره، بص يعني ايه مستمره؟ يعني في جنبها كاميرا دي سبان وتو سبان، فدي بتبقى بوينت 15. خلاص، عشان النيجاتيف مومنت بيسحب لفوق شويه، بيبعد شويه، خلاص النيجاتيف مومنت بيترسم بيسحب لك المومنت لفوق، خلاص تمام تمام. هنخش بقى على الحته الثانيه بتاعت الشير فورس. يبقى كده خلصنا المومنت، اما اقول لك التسليح الاساسي. نخش دلوقتي على الشير فورس اللي بيجيب لي كانات، اللي بيجيب لي كانات. لو انت خدت بالك بقى الرسمه دي، اول حاجه اما يكون عندي كاميرا، الكاميرا دي بيحصل كراكس فيها، لا اما يحصل كراك في النص كده، لا اما كراكس عند السبورت. الكراكس اللي بيطلع دوت بيبقى دايما بيبقى اللي هو راسي او جايب ميل خفيف، ده بيبقى نتيجه البندنج مومنتس، خلاص. واما اللي بيبقى الكراكس اللي بزاويه سيتا دوت او 45 درجه 30 درجه، ده بيبقى نتيجه الشير فورس. فدايما هتلاقي دايما عند السبورتس الكراكس مايله كده، وفي وسط الاسبان الكراكس في الايه في الكاميرا لو حصلت بتحصل بالشكل ده. فعشان كده احنا الكراكس في نص الاسبان بنحط لها حديد عمودي عليها بالشكل ده، اللي هو الحديد الطول عشان يمنعها، خلاص. واما الكراكس اللي هي في ناحيه السبورت بنحط لها لا اما ايه بقى السيخ الطولي ده نكسحه، يعني نعمله تكسيحه كده عشان يشيل ده، او بنحط كانات، او بنحط ايه كانات. يبقى لازم الحديد يتحط عمودي او على الكراكس اللي بيحصل عشان يمنعها. يبقى اذا بتاع زي ما احنا مكتوب تحت كده، تحت الشروخ عند اطراف الكاميرا نتيجه محصله القوه بتاعت الشير وقوه الضغط والشد الناتجه عن المومنت، وتسمى المحصله دي اسمها دياجونال تنشن، اللي هي المحصله دي بيحصل دياجونال تنشن. طب ايه الحل بقى؟ عشان نقاوم او زياده وعمق الكنات دي او الشروخ اللي ما بتتولد دي، لازم ان يتحط تسليح عمودي على الشرخ، اللي هو يعني ده احط اللي هو اللي حطيناه ده بتاع المومنت اللي هو الاحمر ده.
وبعد كده انما في حاله الشير فورس دياجرام الكراكس عامله كده، طب ايه الحل عشان امنع الكراكس ديت؟ احط حديد عمودي عليها، اللي هو ازاي؟ لا اما اجيب السيخ اللي ماشي في المومنت ده واروح مكسحه اطلعه بتكسيحه كده ويلف كده، او زي ما هنشوف كمان شويه احط له كنات. يبقى اذا يوجد عده انواع من التسليح لمقاومه الشير، ولازم يكون اللي هي اول حاجه الكنات العموديه عليه، اللي هي الكراك كده احط كنات عموديه، او احط تكسيح، او احط الاثنين مع بعض، احط الايه؟ او قبل التكسيح في انكلايند ستيربس ديت احطها، او احط الايه؟ الاثنين مع بعض، اللي هي الكنات مع التكسيح، اللي هي دي كنات زي التكسيح. خلاص؟ يبقى عشان تقاوم الشير الكراك اللي بتحصل فيها لازم احط كنات. يبقى واحد ما يجي يقول لي ايه؟ ايه فائده الكنات؟ اقول لك فائده الكنات بتمنع حدوث الكراكس الشروخ الكراكس من نتيجه الشير فورس، ودي حاجه ثانيه بستخدمها في تعليق الكنات اللي فوق، ودي حاجات مهمه. الحاجه الثالثه بتعمل بتحزم الخرسانه، يعني بتمسك الخرسانه كلها اكنك انت محزمها رابطها مع بعضها. خلاص؟ طيب فهي دي اللي احنا بنقوله اهو، الكنات العموديه ليها وظيفتين، بتقاوم الشير، بتعمل على ربط الحديد كله مع بعضه وعمل قفص حديد اللي انتم شايفينه ده، بتمسك الحديد اللي فوق مع اللي تحت. طيب هنبدا نشوف بقى ايه ازاي نحسب خطوه الشير. دي سهله يعني، هو قانون في الاخر بتعوض فيه وخلاص يعني. خلاص يعني بتعمل تشيك عليه. عاده الكنات بستخدمها للمايلد ستيل، يعني الحديد القليل، ما بستخدمش حديد اللي هو العالي المقاومه، يعني الحديد بيبقى اسمه الاف يلد بتاعته 2400 نيوتن على المليمتر تربيع. خلاص؟ وده شكل بيوضح لك شكل الاستريس اللي بيتولد في القطاع نتيجه الشير، بيبقى دايما الشير الماكسيموم في النص يعني. والكنات دي بيبقى فيه منها نوعين، يا اما كان اسمها فرعين ان بتساوي 2 يعني برجلين، يعني انت بتحط كده، او اربع فروع، كان اربع فروع ان بتساوي 4، يعني ايه؟ بتحط كده وبتحط واحده في النص تاني. دي حسب، دي بستخدمها الاربع فروع ده لو عرض الكاميرا، العرض بتاع الكاميرا ده زاد عن 30 سم. زاد عن 30 سم، انما ده بستخدمها في حاله ايه؟ 30 سم 25 سم الابعاد الصغيره يعني. طيب وده شكل الكانه، الاس دي المسافه بين الكانه، يعني اللي هي ايه؟ بتحط بين الكانه قد ايه؟ اقصى عدد من الكانات بيبقى 10 كانات، او يعني في المتر بيبقى 10 في المتر، واقل عدد من الكانات بيبقى 5 في المتر. يعني وانت بتصمم طلع اقل من 5 اقول له انا هاخد 5، لو طلع اكتر من 10 اقول له لا انا هستخدم اقل من 10، بقى اعمل ايه في الباقي؟ بزود القطر بتاع الكانه اللي بستخدمها. يبقى السبيسنج دي بين الكانه يا اما 200 مللي، يا اما السبيسنج دي 10 مللي، بتاع ده 200 مللي، يا اما 100 مللي. طب الكانه نفسها دي اللي انتم شايفينها، القطر بتاعها الدايره دي هي مدوره، قطرها قد ايه بقى؟ الاي اس بتاعتها، انا بستخدم في الكانات بس قبل ما اخش بستخدم فاي 8 وفاي 10 بس، ما اقدرش استخدم في كانات اكتر من فاي 10، هما القطرين دول اللي بستخدمهم بس. ففاي 8 مساحتها قد ايه؟ مساحه البتاع دي اللي هي باي على 4 القطر التربيع هتطلع 50 وشويه، يعني شبه اللي انتم ممكن تحفظوها دي يعني، لان ما فيش الا الكانتين دول اللي بنستخدمهم. فاي 10 مساحتها 78 وشويه، خلاص كده دي المساحات بتاعه الكانات. واحنا اقل عدد من الكانات اتفقنا 5 فاي 8 للفرعين، و10 فاي 10 في الايه؟ في الاربع فروع. طب عشان استخدم بقى او احل بقى الكنات قبل ما اخش في المثال بتاعها والخص لك الخطوات بتاعتها، انا لازم قبل انا هستخدم كنات ولا مش هستخدم، يعني الشير سيف ولا ان سيف، يعني الكاميرا تقدر تشيل الشير ده فورس ولا لا. خلاص، ما انا الكنات دي ليها كذا وظيفه اللي هي تمنع الشير. طب ممكن يكون الكاميرا ما عليهاش شير، هي الكاميرا قويه مش قادره تشيل الشير ده. طب انا اعرف ازاي؟ فلازم اجيب قانون، اشوف اسال الخرسانه انت مقاومتك قد ايه في الشير فورس، اسالها عن طريق القانون مقاومتها. فعشان كده اللي هي النومينال التيميت كونكريت ريزيستنس اللي هي اقصى تحمل للخرسانه تقدر تشيله، هو حاجه اسمها الكيو سي يو، سي اللي هي جايه من كونكريت، ويو دي اللي هي التيميت، بتساوي ايه؟ 0.24 جذر اف سي يو على جاما كونكريت. جاما كونكريت ده فاكتور بواحد ونص، واحد ونص. خلاص، والاف سي يو بتاعتي انا بديها لك في المساله. خلاص، وده شكل الشير بيتزحلق، يعني الكمرتين بيتزحلقوا على بعض. فاول حاجه
بعمل ايه بقى؟ بستخدم بشوف ده المسموح بيه. وفي حاجه تانية الكيو دي بستخدمها في في الكاميرات والمدفونه والبلاطات، القانون بتاعها اللي هو بوينت 16 وهكذا. فاحنا بنتعامل مع ده مثلا. في حاجه اسمها نومينال التيميت ماكسيمم شير سترينث، اللي هي كيو التيميت ماكسيمم، وده القانون برضك بنشيك عليه على الخرسانه دي. بس القانون الاولاني ده الخرسانه من غير كانات، وده الخرسانه لو فيها كانات، يعني الخرسانه وكانت اقصى حاجه تحملها قد ايه. ده احنا بنحسب القانون ده ونحسب القانون ونقارن في المساله بتاعتها بالاثنين، لازم يكون اقل من الاثنين. بس يبقى الكيو التيميت ده نحسبه وعلى اساسه نبدا نقارن بيه. طيب طب ايه اللي انا هعمله بقى؟ ايه الخطوات بتاعتي ايه هي؟ اول حاجه بقى انت بتروح تجيب حاجه اسمها اكشوال شير، اكشوال شير ستريس، اللي هو عباره عن ايه؟ الكيو ماكسيموم. ايه كيو ماكسيموم؟ فاكرين لما كنا بنرسم الشير فورس دايجرام في المساله بتاعتنا، اللي هو كنت بتطلع وتمشي نقط وتنزل وهكذا. الماكسيموم ده هو عباره عن ايه؟ بتجيبها من الدايجرام ده، هو مسافه كده قيمه. يعني احنا ممكن ناخد الماكسيموم على طول اللي هي عند السبورت، اللي هي الرياكشن معنى اصح. تجيب الرياكشن هو ده يبقى الكيو ماكسيموم. خلاص، هو طبعا بيقول لك ايه، خدها على مسافه دي على 2 من وش العمود. بس احنا ايه، ممكن لو انت خدت الماكسيموم يعني ده بالعكس، انت بتامن نفسك اكتر على بي اللي هو عرض القطاع، والدي اللي هو الدبس بتاع القطاع، اللي هو الدبس ده، والبي اللي هي العرض. خلاص، بتقسم الفورس على الاريا يديك ستريس. الرقم ده القيمه اللي طلعت من هنا دي تقارنها بمين؟ تقارنها بديت، لو طلعت اقل منها يبقى سيف، يبقى الخرسانه تقدر تشيل، واقل من دي يبقى سيف. طب لو اكتر منها، لو اكتر من القيمه دي يبقى انسيف، يبقى انا محتاج كانات، يبقى لازم احسب الكانات قد ايه. خلاص، وهكذا. هنشوفها في مثال الكلام ده ونفهمها بالتفصيل. هو ده بيعرفك الكريتيكال، بس ده انا قلنا هناخد ماكسيموم. خلاص، نيجي بعد كده مثال عشان نسهل الموضوع ده. انا عندي كاميرا بالشكل ده، ورسمنا الشير فورس دياجرام كان عليها حمل موزع، ورسمنا الشير فورس طلعنا ومشينا وهكذا، طلع الماكسيموم الشير عند السبورت هنا 280، مديك كان الاف اس يو 25، مديك الاس تي 240، مديك العرض، مديك الدبس، مديك كل حاجه، ومطلوب تشيك شير، اعمل تشيك شير. طب اعمل ازاي؟ خطوات الحل بتاعتي رقم واحد، ده بيقول لك هات ايه؟ هات قيمه الكيو كريتيكال اللي هي على مسافه دي على وش العمود، من وش العمود. انا بقول لك بقى ريح دماغك، خدها كيو ماكسيموم اللي هي اقصى حاجه عندك، اللي هي 280 دي. يعني ما تعملش الخطوه دي، خدها 280 على طول. خد دي كيو ماكسيموم اللي هي اللي هي بتاع الرياكشن. الحاجه الثانيه هتعمل ايه؟ تجيب مقاومه الخرسانه في الشير اللي هي بتساوي 0.24 جذر اف اس يو، اف اس يو مديلك ب 25 ودي 1.5 طلعت بكذا. واجيب الخطوه الثالثه، اجيب اقصى خرسانه تشيلها هي والكنات مع بعض اللي هي 0.7 اللي احنا بنقارن بيهم، دول اللي احنا بنقارن بيهم. خلاص؟ بعد كده رقم اربعه، اقسم الاكشوال شير فورس اللي انا خدتها من هنا اللي هي الماكسيموم اللي احنا قلناه على البي في الدي، البي 250 والدي بتاعتي مداني 550، طلع الرقم ده. اروح ماسك الرقم ده اقارنه بدول بقى. لو طلع اقل منهم اقول له سيف، حط لي مينيموم تسليح 5.8 ويبقى كده المساله خلصت. طب لو طلع ده اكتر من دول زي ما هنشوف دلوقتي، الكيو التيميت لقيتها ايه؟ اكبر من الاف اس يو، يعني دي طالعه 1.82 اكتر من 0.98 واقل من دي بس اكتر من ايه؟ من دي، يبقى لازم اقول له ايه؟ دي انسيف، وي نيد ستيربس مور ذان 5.8، يعني احنا عاوزين اكتر، مش هنحط المينيمم، هنحط اكتر من كده. طب اجيبهم ازاي بقى؟ تروح معوض، لو انت طبعا لو طلعت اقل كنت هتقف هنا وتقول له ده هي بتساوي 5.8 المينيمم الكنات، انما لو طلعت اكتر يبقى نقول له لا احنا عاوزين نحسب كانت اكتر. نحسبها ازاي؟ ناخد الفرق بين ده، ناخد الفرق بين ده وبين ده على 2 اهو. يبقى اذا الكيو اللي انا محتاجها للكنات بتساوي الكيو التيميت ناقص نص، ناقص نص ايه؟ نص اللي بتشيلها الخرسانه. والكلام ده اساويه بايه؟ بحاجه اسمها ان، عدد فروع الكانه، اللي احنا قلنا كان عندي نوعين بس، لا اما عدد فروع الكانه لا اما بيساوي 2 لا اما بيساوي 4، انت بتفرضها مضروبه في مساحه الكانه اللي انت بتختارها، بتختار فاي 8 او فاي 10، انت اللي بتحدد. في الاف يلد
بيبقى مديها لك، اللي هي مديها لك هنا ب 240 خلاص، على جاما اس، جاما اس دي ب 1.15، ده فاكتور اوف سيفتي للحديد 1.15. على البي عرض الكاميرا بيبقى معلوم، والاس المسافه بين الكنات، المسافه بين الكنات اللي احنا قلناها من شويه ديت، اللي هي المسافه دي هرجعها لكم، اللي هي ديت المسافه بين الكنات ديت اللي انت بتاخدها تفرضها، لازم تحسبها او تفرضها خلاص. فبالتالي انت من المعادله دي كلها كل حاجه معلومه، دي انت حاسبها فوق، والكيو سي التيميت انت حاسبها فوق، والان انت بتفرضها باتنين اهو، فرضناها باتنين، والقطر مساحه الكانه انت بتفرضها، انت بتفرض اللي انت هتستخدم فاي 8 يبقى مساحتها اللي انا قلت لك احفظوها ب 50 وشويه، يبقى دي بقت معلومه، والاف يلد معلومه، والجاما اس، جاما اس ديت 1.15. مين اللي مجهول؟ اس السبيسنج، اروح جايب السبيسنج بتاعتي من المعادله، طرفين في وسطين اجيب السبيسنج، طلعت ايه السبيسنج؟ المفروض السبيسنج بتاعتي تبقى ايه يا شباب؟ احنا قلناها من شويه، تبقى بين فين هي السبيسنج؟ قلنا السبيسنج لازم ايه؟ تبقى من 10 ل 20 سم، لا تقل ولا تزيد، يبقى لازم في الرينج ده. طلعت هنا ايه بقى في المساله؟ طلعت 63 وشويه، اقل من 100، لا لازم اعمل ايه؟ اكبرها شويه، اكبرها ازاي؟ العب بقى في المساحه، بدل ما كنت واخد فاي 10 وفاي 8 اخد فاي 10 خلاص؟ وعوض تاني في القانون، طلعت السبيسنج كام؟ تقريبا ايه 100، مفيش مشاكل، لو طلعت ايه اقل كمان ممكن العب في حاجه ثانيه، يبقى العب في الان عدد فروع الكانه، بدل ما كنت واخد 2 اخد 4 مع فاي 8، واجي الاقيها طلعت كام بقى؟ 126 بين ال 100 وبين ال 200، يبقى اقول له اذا هستخدم كام؟ 8 تسياخ اللي انت بقى طلعت عندك، تبقى اذا نمبر اوف ستيربس، يبقى انا هستخدم السبيسنج دي خلاص، اقول ال 100 متر يعني المتر، متر يعني 1000 متر، 1000 مللي، اقسمه على السبيسنج اللي انا عملتها من هنا يديك العدد، يبقى عدد الستيربس في المتر بيساوي المتر فيه كام سبيسنج، بقسم المتر على الاس، يعني المتر، المتر الواحد اللي هو 1000 مللي على الاس اللي انا جبتها من هنا يديك عدد الكنات اللي موجوده، طلع 8، يبقى اذا اقول له انا هستخدم 8 فاي 8 اللي انا اخترتها في المتر، عدد فروع الكانه 4 اللي هي ترسمها بالشكل ده. بس يا شباب هو ده كل الشير، يبقى انت اما بتصمم الكاميرا نتيجه المومنت ترسم لها الشير وتعمل تعوض في القوانين دي، تجيب القانون الاولاني ده والثاني ده والثالث، لو طلعت سيف اقول له 5 فاي 8 ووقفنا، لو طلعت ان سيف اقول له لا اخد الفرق بينهم بين ال بين ده ونص ده واسويه بان في اي اس في اف يلد وهكذا. في مشاكل كده عندكم؟ في حاجه مش مفهومه؟ يا شباب تمام يا دكتور؟ تمام يا شباب، استنى اخد الجواب بقى معاكم، وانا معاكم كده اتفضل. دكتور ايوه، درجات المتر هتظهر امتى؟ هنزلها لكم ممكن اخر الاسبوع ده ان شاء الله، انا خلصت الامتحان هرصدها بس بالغياب بالحاجات دي كلها واعملها لكم مره واحده يعني ان شاء الله. ميعاد الترم 3 خرسانه واحد، لحظه كده يا باشمهندس. طيب هشوف بس الغياب كده اصوره، خليكم بس معايا ثواني.
اصور لكم الإجابة يا شباب دلوقتي، لو حد اسمه مش موجود يبلغني يعني على الجروب بتاعك. اخر واحد جون. جون ايهاب. في حد اسمه كده يا شباب مش موجود؟ اخر واحد محمد هشام. لا يا دكتور كده مظبوط. تمام يا شباب خلاص. ان شاء الله هيبقى فاضل المحاضره اللي جايه ديت، مش عارف هيبقى في محاضره المره الجايه دي ولا لا، يعني النهارده ايه؟ الاسبوع الجاي في محاضره عادي مفيش مشاكل، يوم 29 هنقول بقى فيها مش هيبقى ميد ترم؟ دي هيبقى مع عندكم ميد ترم، مش عارف هنعمله اونلاين. نشوف بقى نعمله اونلاين الجامعه ان شاء الله كان مبلغها تبقى الامتحانات كلها اونلاين يعني بتاعت الميد ترم. معالي سيكشن ولا في وقت غيره؟ ما انا هبعت لكم، هتعمل بس الدبل تشيك كده وابلغكم يعني على الجروب يعني. خلاص؟ تمام يا دكتور. هعمل تشيك كده وابلغكم ان شاء الله. يلا بالتوفيق يا شباب ان شاء الله. ماشي. شكرا يا دكتور. هبعت لكم اللينك والحاجه على حالا بعد ما اخلص. الله يخليك. سلام سلام.